بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات حلوه جدا خطيره. اول وصفه هنعمل صينيه جمبري بالخضار. دايما بنشتريها من بره كده، بتبقى طعمها حلو قوي كده وفيها صوص طماطم وبتاع. هنعملها وصفه سهله جدا ومقاديرها بسيطه خالص، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل عيش، يعني خبز كده، شرائح الخبز بالتونه. هنعمل معجون تونه، هنحط عليه شويه اضافات ونفردها على التوست ويبقى ساندوتش حلو قوي، او لو العيش محمص كمان هيبقى حلو قوي. يعني هنعمل كده ايه، خلطه حشوه بالتونه مع شويه مكونات هتعجبكم جدا جدا، لحشوه عيش او توست مفروض، هتبقى خطيره. الوصفه الاخيره هنعمل بسكوت، بس بسكوت بالزيت. هنستخدم زيت هلا. وصفه بسكوت بالزيت وصفه سهله جدا، وطعم البسكوت ظريف وخطير، ان شاء الله يعجبكم. هنقول مقادير اول وصفه: طاجن او صينيه الجمبري بالخضار. معايا كيلو من الجمبري، عايزه الجمبري يبقى بقشره، متنضف سلسله الظهر بتاعته، لكن بقشره بالراس بكل حاجه عشان يعمل طعم حلو، تمام. بصلايه كبيره متقطعه شرايح، 4 فصوص من الثوم المفروم، تمام، او متقطع شرايح برضو ما فيش مشكله. فلفل رومي اخضر، فلفلايه 2 3، يعني عايزه تكتري براحتك، ما فيش مقدار معين لفلفل الرومي. معايا 2 كبار من عصير الطماطم، الطماطم المضروبه في الخلاط. معايا ملح وفلفل طبعا، ومعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم، ملح وفلفل، كمون، معلقه صغيره من الكمون، وهحتاج ميه سخنه تقريبا 1 كوباية، وهحتاج كمان رشه شطه وبس. وبيتحط في صينيه وبيدخل الفرن. هنأول هنعمله على النار كده شويه، هنشوح الاول الحاجات على النار الاول قبل ما نحطها في الفرن. وصفه يا جماعه سهله جدا ولذيذه بجد، ضروري تجربوها ان شاء الله. عايزين اول حاجه هنحط شويه زيت، معلقتين كده زيت، وهنزل بشرايح البصل. يعني صينيه جمبري زي بناكلها من بره كده، فظيعه. بصل بس كده ايه، ياخد له تشويحه، يدبل خفيف، ياخد لون شفاف، يعني مش عايزاه يغير لون ولا حاجه، واشم ريحته بس كده. معايا الثوم بتاع 4 فصوص من الثوم، لان احنا عاملين ايه، كيلو جمبري. عايزه برضو كده ايه، اشم ريحه الثوم. الله، البصل والثوم دول حاجه عبقريه. هنحط الفلفل الاخضر، اقطع شرايح برضو. كده هحط رشة ملح، فلفل اسود، نقلب كده. عندنا بعد كده ايه، الطماطم المضروبة في الخلاط، 2 كوباية من عصير الطماطم كده. معجون صلصة طماطم، رشة شطة، رشة خفيفة قوي، معلقة صغيرة من الكمون. قلب الكلام ده كده كله مع بعضه، وبعدين هقوم حاطة الجمبري فوقيهم اهو. انا عايزة الجمبري ياخد 2 تقلبات بس معاهم، وبعدين نقوم حاطينهم على طول في صينية بايركس وعلى الفرن. الجمبري طبعا نظيف، سلسلة الظهر متشالة ومشطوف كويس تحت المية. الجمبري يا جماعه بيبقى حساس جدا، ما بياخدش وقت في التسويه. عايزين بس كده تقليبه كده خفيفه، ونقوم على طول نقلينه في الصينيه البايركس وندخله الفرن يكمل تسويه على درجه حراره 200، نتكلم تقريبا في 10 دقائق 12 دقيقه، بس الفرن يكون سخن.
تقلبتين بس كده، عايزه احس ان الجمبري ابتدى لونه يتغير قبل ما احطه في الصينيه. اهو ابتدي يبقى لونه اورنج، اهو هيبتدي. عقبال ما احضر الصينيه واشيل الحاجات دي يكون اخد اللون اللي انا عايزاه. انا فضي مكان وانا يعني بصوا ملخومه بالغطا، ماشيه بالغطا كده، تحس ان انا بدور على حد اديله الغطا. اهو ايه الاخبار؟ ايوه بس يا سلام يا سلام على الحلاوه. هنحط بقى الميه السخنه تقريبا كوبايه، عايزه تزودي اكتر مفيش مشكله. وهجيب صينيه بايركس الحلوه دي اهو، ونفضي فيها كل الكلام ده عشان ندخلها الفرن. يا رب ما وقعش يا رب. الحمد لله كده، بس يا جماعه فرن سخن درجه حراره 200، احنا بنتكلم يا جماعه في ربع ساعه بالكتير. تمام، هنغطيه بالالمنيوم فويل، واخر دقيقتين ثلاثه كده هنكشف عنه الالمنيوم فويل، يكون ياخد بس كده ايه وش خفيف قوي كده. هنغطيه وادخله بقى الفرن عقبال ما نروح فاصل بسرعه جدا عشان نرجع نعمل خلطه كده بالتونه وجبنه، ويعني خلطه ظريفه جدا نحطها على عيش تتاكل كده تتنقنق، هتبقى مقبلات لطيفه جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت صينيه الجمبري يا جماعه رهيبه، لسه مطلعها حالا من الفرن قبل ما ندخل مع بعض دلوقتي. لذيذه يا جماعه وسهله جدا، ارجوكم تجربوها، مش هتجيبوا ابدا صينيه الجمبري بالخضار من بره تاني، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه التانيه بقى دلوقتي هنعمل شرايح الخبز بالتونه. تمام، انا معايا توست عيش، ممكن تستخدمي العيش الفينو العادي ونقطعه حلقات مفيش مشكله، انا متوفر معايا التوست اهو دلوقتي. فهنعمل معجون كده من التونه وشويه اضافات نفردها على الساندوتش، هتبقى حلوه قوي. معانا ايه بقى؟ علبه تونه. التونه لما بنجيبها بيبقى فيها زيت طبعا، بتفتحي العلبه وتصفيها تماما من الزيت خالص، وتاخدي التونه بقى شخصيا وتفتفتيها كده بايدك او بالشوكه وتبقى جاهزه معانا. تمام، معايا بصل اخضر، مادام تونه يبقى لازم يكون في بصل اخضر، اعرفي كده دايما في اي حاجه فيها تونه لازم تحطي بصل اخضر او بصل احمر، يعني اي بصل المهم يبقى في بصل. معايا معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي او الجبنه الكوبايات او الجبنه المثلثات، الجبنه المربعات يعني اللي موجود. معايا كمان معلقتين كبار من الجبنه البيضاء، الجبنه البيضاء العاديه ممكن فته او بيضاء، الجبنه البيضاء العاديه اللي بنجيبها في علب الكرتون دي بتتهرس برضو كده معاها تعمل طعم فظيع. رشه كمون، ومعايا كمان رشه بابريكا، فص ثوم مفروم واحد بس ويكون صغير. تمام، مش عايزين الثوم يبقى قوي قوي في المعجون ده. معايا خيار متقطع مكعبات صغيره جدا علشان نحطه معاه، ان شاء الله يعجبكم، سهله قوي. هنجيب بولة ونجيب الاسباتيولا اللي هي فين؟ لا اهي ورا اهي، الزقنونة الحلوة دي. تمام، هنحط الجبنة البيضة عشان عايزة اهرسها، جبنة بيضة والجبنة الكوبايات كده. تمام، هنحط الكمون، هنحط البابريكا، الثوم يا جماعه قلنا عايزين فص ثوم واحد بس كده صغير، يعني ها مش كتير ابدا،
احنا عايزين ناخد منه طعم على خفيف. تمام كده. هنحط البصل الاخضر، وهحط الخيار، نقلب. كده. وبعدين هحط التونة. بس كده. يا جماعة المعجون ده طعمه لذيذ جدا جدا، يتفرد في الساندوتش كده هيبقى تحفة. بس كده. عايزه بس الم الاشياء دي كلها كده، نوسع مكان ومعايا بقى التوست اهو. هنجيب بقى كده مثلا كده. عايزه تديله تحميصه خفيفه التوست، مفيش مشكله. وهنفرد عليه المعجون الظريف ده كده. ممكن نقدمه باكتر من طريقه، هقول لكم ازاي دلوقتي. تمام كده. ايه بقى، ممكن نقفله كده زي الساندوتش عادي خالص، وبالسكينه نقطعه كده ايه اربع. تمام بالشكل ده، ويبقى كده ايه ميني ساندوتش صغير. او وهو شرايح كده، هوريكم دلوقتي نفس شكله ده كده، هنقطعه كده ويتاكل شريحة كده على بعضها كده خطيرة. فاعملوا بقى اللي يريحكوا، ويتحط كده يتقدم يتنقنق، لذيذ جدا ومغذي وظريف، وطعم التونة فيه حلو قوي. بس كده نجيب الطبق الحلو ده. نقدم شوية كده وشوية كده. ده طبق كده ايه مقبلات نقنقة، جربوه يا جماعة هيعجبكوا قوي. معجون التون احنا عاملينه ده، او يبقى على هيئة ساندوتش برضو زي ما قلتلكوا كده، هيبقى برضو ظريف خالص. تعالوا نعمل واحد كمان عشان نقدمه كده يبقى شكله حلو قبل ما نطلع فاصل، عشان بعد الفاصل بقى هنعمل بسكوت حلو قوي يا جماعة، وسهل جدا. هنستخدم فيه زيت هلا هيعجبكم قوي، وهستخدم فيه كمان بشر برتقان، هتلاقوه ظريف جدا وسهل، مش هياخد منكم ابدا اي وقت، وتبقي برضو عملتي حاجة حلوة كده سريعة الولاد هينبسطوا منها. بس كده خلصنا الطبق الخطير، حطه هنا كده. وممكن اصلا كمان معجون التونه ده بقى كده لو في اي مخبوزات كده، او انتوا فاكرين لسه كنا عاملين حلقه فيها العيش اللبناني المحمص في الفرن، يتغمس بيه بقى كده خطير. ان شاء الله تجربوه المعجون الحلو ده وتاكلوه بالهنا والشفا. هنروح فاصل، نرجع بعد الفاصل نعمل بسكوت بزيت هلا، خليكم معانا. انا جيت
هنعمل دلوقتي بقى بسكوت بزيت هلا، وصفة سهلة جدا وظريفة جدا ان شاء الله هتعجبكم. معايا ايه بقى؟ هقول لكم المقادير. معايا 3 كوبايات الا ربع دقيق. بصوا انا هتلاقوني بقول كده ليه؟ لان يعني احنا المفروض بنحط الدقيق مع الخليط وبنفضل نعجن لغاية لما ايه نحس ان القوام بتاع البسكوت بقى ماسك نفسه كده وجميل. فالمقادير اللي انا عملتها دي احتاجت بالظبط 3 كوبايات الا ربع من الدقيق. تمام؟ 3 كوبايات الا ربع من الدقيق. دقيق اي حاجه مش مشكله، مش مهم دقيق يبقى قوي، بالعكس احنا عايزين دقيق بسكوت عادي او دقيق كيك هينفع. هنحط على الدقيق رشه ملح. معايا نص كوبايه زيت هلا، معايا نص كوبايه سكر بودره، معايا بيضتين، معلقه صغيره من الفانيليا، وهحتاج كمان معلقتين كبار من بشر البرتقال. بشوري كده برتقانتين كده هيبقوا ظراف جدا في طعم ونكهه البسكوت. وبس خلاص، شوفوا وصفه سهله جدا ما فيهاش ابدا اي حاجه. هنجيب بوله وهنكسر البيضتين وعليهم الفانيليا، نضربهم كده ومعايا السكر البودره هنحطه. اضربهم كده كويس قوي. ومعايا نص كوبايه من زيت هلا اهو، محتاج نصف كوب بس كده، نص كوبايه زيت هلا، واضرب برضو بالمضرب كويس قوي. مش محتاج ابدا مضرب كهربا ولا حاجه، هو كده بالمضرب اليدوي اضربي بس كده كويس وخلاص. تمام. انا برضو البسكوت ده مش هحط له بيكنج باودر، هكتفي بالبيض هيدي له نفشه خفيفه، مفيش داعي ان احنا نحط له بيكنج باودر عشان ما ينفش مننا قوي، ملهوش لازمه يعني. هنحط بقى على الدقيق رشه ملح كده، يبقى الدقيق بقى هنضيفه. بس قبل ما نضيف الدقيق على الخليط بتاع البيض والزيت والسكر، هنحط بشر البرتقال عليهم هنا. تقدري طبعا تستغني عن بشر البرتقال، بس انا هحطه هيعمل طعم حلو قوي في البسكوت. والبرتقال موجود وكلنا بنجيب البرتقال وعندنا، فيعني لما نبشر لنا كده بشر برتقالتين قبل ما ناكلهم هينفعوا في البسكوت قوي. نشيل بقى ده كده، ابتدي بقى ايه احط الدقيق بالتدريج واعمل عجينة البسكوت. كده اول ما العجينة تلم معايا خلاص. لو حصل لا قدر الله العجينة ما تلمتش معاكي وحسيتي انها ناشفة، ممكن تزودي لها معلقة لبن بالكتير. ولو حسيتي انها طريه قوي ولينه قوي زودي معلقه دقيق. فاهمين قصدي؟ انا ايه اعملها كده، عايزه ايه امسح كل الدقيق اللي في البوله واعجنها كده كويس. اتاكد بس كده ايه ان كل الحاجات مسكت في بعض تمام واتلمت معايا عجينه البسكوت اهو. ما بنقعدش نعجن فيها بقى يا جماعه ولا حاجه خالص، هي كده خلاص اتلمت اهي اهو. مقادير مظبوطه وظريفه جدا للبسكوت. تمام. هعمل ايه بقى؟ نقدر نشكلها طبعا، لو بقى حد عنده مكنه بسكوت ومعرفش ايه ممكن تقدروا تعملوا ده، او تعملوها زي ما كنت عملتها معاكم قبل كده. كنت عملت نوع بسكوت وشكلته بالشوكة، انا المرة دي هعملها بطريقة اسهل من كده، كرات صغيرة وهندوس عليها كده بالشوكة على اساس انها تبقى اسهل، او العيال يقعدوا يعملوا البسكوت وانت تريحي كده شوية، يعني هتبقى فكرة سهلة وبسيطة مش نبقى قلقانين عليهم هما ماسكين الشوكة كده ايه عمالين يغزوا البسكوت، هتبقى سهلة. عايزين نجيب صينية فرن. صينية فرن اهي، ونجيب كمان شوكة
كده اهو. هاخد بقى ايه، نشتغل بالبسكوت على طول، مش هيحتاج بقى ولا يرتاح ولا اي حاجه، دي عجينه بسيطه. هنعمل كده ايه كور كده، نحاول تكون قد بعض. طبعا مش قادره اقول لكم بقى ريحه بشر البرتقال فيه تجنن وجميله قد ايه، لسه كمان لما تدخليه الفرن بقى كمان هيقلب ريحه البيت كله. شوفي، خلي العيال بقى يقعدوا يكوروا البسكوت وحد تاني يمسك الشوكه، واقول لكم دلوقتي ازاي تعملوا بالشوكه. كده اهو، بس كده معانا بقى الشوكه تمام. وايه، هندوس كده بطريقه عشوائيه فوق البسكوت كده اهو. هتعمل ايه، شكل ظريف. وهيبقى بنكهه ايه، البرتقال. هيدخل فرن سخن درجه حراره 180، احنا بنتكلم في 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير، مش اكتر من كده. ده بسكوت حساس، بياخد لون على طول من تحت كده ويظبط نفسه من فوق، بنطلعه على طول. تقدري تطلعي واحدة تختبريها استوت ولا لسه محتاجة شوية، وحاولي كرات البسكوت كلها تكون قد بعض. استخدمي مثلا معلقة او حاجة تبقى بحيث ان نفس العجينة كلها تبقى مقاس واحد. احنا طبعا محضرين طبق حلو اهو هناك من البسكوت المستوي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. الحلقة خلصت، عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا اول وصفه طاجن الجمبري بالخضار او صينيه الجمبري بالخضار، وصفه سهله جدا ولذيذه، هتعمليها خطيره. عايزه بس كده رز وطبق سلطه وبالهنا والشفا. الوصفه الثانيه عملنا شرايح خبز بالتونه، عملنا معجون كده مع التونه وجبنه وخيار، خلطه كده لطيفه جدا وشويه توابل، تقدري تحشي بيها اي ساندوتش او تعمليها على توست زي ما احنا عملنا كده، نقنقه وظريفه جدا ومغذيه. والوصفه الاخيره عملنا بسكوت سهل قوي وبالشوكه وما فيهوش ابدا اي حاجه، استخدمنا فيه زيت هلا. وصفه بسيطه وطعمها لذيذ، ان شاء الله تعجبكم. ممكن ترشوا عليها سكر بودره من فوق كمان، هتبقى خطيره. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. انا بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا وبتتابعوني، وببقى مبسوطه جدا ان انتم بتجربوا الوصفات وبتعجبكم. استنوني كل يوم على قناه النهار الساعه 2. باي باي.